ثمنه. وهذا قد لا يقع في زماننا هذا لانتفاء هذا الأمر كما هو معلوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل استوفى ورجل استعمل أجيرا فاستوفى منه، أي أن الأجير أي أن العامل قام بالأمر على أكمل وجه وأتم نحو قليله أو كثيره، ومع ذلك أنكر ذلك صاحب المال صاحب العمل أنكر أن يعطيه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: فاستوفى منه، أي أخذ العمل ولم يعطه أجره، أي لم يعطه أجر العمل. والحق الذي لا مرية فيه أن كثيرا من البيوتات كثيرا من المؤسسات كثيرا من الشركات عياذا بالله تأتي بإخواننا المؤمنين من العمالة من المسلمين أو من غير المسلمين، فتستقدمهم بأموال باهظة يتكلفونها، ثم إذا اطمأنوا في هذه البلاد وسكنوها وقروا فيها جاء من يبخسهم حقهم، جاء من يبخسهم حقهم ويمنعهم مالهم ويشدد عليهم محتجا عليهم أنهم غرباء وأنهم كانوا مستضعفين في بلادهم، وعليهم أن يحمدوا الله كيف انتقلوا من حال إلى حال. وكل ذلك من الإثم العظيم والجرم المشين الذي حرمه الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يليق بمؤمن ولا يجوز لمؤمنة من أصحاب البيوت أو من أصحاب الدور أو من أصحاب الشركات أو غيرهم ممن تحتهم أجراء ليس لهم إلا أن يتقوا الله عز وجل في من تحت أيديهم وما بينهم وما بين أولئك الأجراء من عهود وعقود ومواثيق يجب أن تؤدى على النحو الأتم والوجه الأكمل. ولئن استطعت أن تقنع رجل الشرطة أو قاضي المحكمة بحقك فإنك لن تنال ذلك إن كان ظلما من عند رب العزة والجلال، يقول جل ذكره: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم